بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 17 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. مرحبين بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بهذا الطلب من أحد الإخوة الكرام، يطلب من فضيلتكم الحديث عن خطر عضل النساء أو عضل البنات عن الزواج، حيث أنه انتشر في الوقت المتأخر، وذلك وسبب تأخرا في زواج بعض الفتيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن العضل معناه منع المرأة من الزواج بكفء رضيت به، كفء من أكفائها رضيت به، فلا يجوز منعها منه. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالعضل محرم وظلم للمرأة، فإذا تقدم إليها كفء في دينه وفي خلقه ورضيت به وجب تزويجها منه ويحرم منعها. والله جل وعلا قال: ولا تعضلوهن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. العضل حرام، وعده بعض العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، والعاضل تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، ما حكم الدعاء بأن يهدي الله غير المسلمين والدخول في الدين الإسلامي؟ هذا شيء طيب، أن تدعو للكافر أن يهديه الله، لكن لا تدعو له بالمغفرة. الممنوع أن تدعو له بالمغفرة، أما أن تدعو له بالهداية فهذا شيء مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بها، قبيلة من قبائل العرب دعا لها بالهداية فهداها الله وجاءت وأسلمت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يحافظ الإنسان المسلم على إيمانه، وكيف يعرف نفسه أنه من المؤمنين؟ يحافظ على إيمانه بمعرفة ما هو الإيمان وما هي أركانه وما هي شعبه، من أجل أن يأتي به، يأتي بأركانه وما يستطيع من شعبه، ويكثر من الأعمال الصالحة، فبذلك يحافظ الإنسان على إيمانه ويجتنب أسباب الفتن ونواقض الإسلام، يبتعد عنها، يبتعد عن الشرور التي تضره في دينه، يصاحب أهل الخير ويبتعد عن أهل الشر. هذا من المحافظة على الإيمان. أيضا أهم من ذلك كله أن يتعلم العلم النافع من الكتاب والسنة، حتى يعرف حقيقة الإيمان والمحافظة عليه وما يزيد وما ينقصه، حتى يحافظ على ذلك. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا يسأل يقول: أعرف أحد الإخوان فيه مس، إذا صلى لا يخشع في صلاته بسبب المس، هل صلاته صحيحة؟ إذا كان يغلب على عقله ولا يستحضر ما يقول فصلاته غير صحيحة، ولا يجب عليه الصلاة في هذه الحالة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وذلك من أجل زوال العقل. الآية كانت قبل أن يحرم الخمر، قبل أن يحرم الخمر مطلقة، يعني في كل الأوقات. الله جل وعلا تدرج في تحريم الخمر لأنه متمكن من النفوس الجاهلية، الله تدرج بالناس في تحريمه. أولا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهى حرمه في بعض الأوقات وقت الصلاة، ثم حرمه مطلقا. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه انتهينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول كيف يتخلص المسلم أو المسلمة من الوساوس وخاصة الوساوس في العبادات؟ يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام، إذا أتى بالاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ القرآن، وكذلك يستحضر عظمة الله عز وجل وخشوعه بين يديه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم سعد تقول أختي أرضعت بنت مع أحد أطفالها، فهل أنا أصبح خالة لهذه البنت من الرضاعة؟ نعم، إذا توافرت شروط الرضاع بأن يكون في الحولين ويكون 5 مصات فأكثر فإنك تكونين خالة لهذه البنت التي رضعت من أختك. نعم. هذا السائل يقول إذا سهى المصلي في الصلاة أكثر من مرة فهل يسجد للسهو عن كل سهو أم يكتفي بسجود للسهو واحد؟ يكتفي بسجود واحد، ولو تعدد السهو في الصلاة يكفي عنه سجود واحد. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل حفظكم الله يقول هل يشترط لسجود التلاوة وضوء واستقبال القبلة؟ لا يشترط له ذلك، لأنه ليس صلاة على الصحيح، إنما هو عبادة مستقلة تابع للتلاوة. نعم. هذا السائل حفظكم الله يقول أعزكم الله بالنسبة لوضع المراحيض تجاه القبلة ما حكم ذلك خاصة في المباني؟ إذا أمكن صرف المراحيض عن القبلة داخل المباني فهذا أولى وأحوط، وإذا لم يمكن فإنه على الصحيح لا بأس، لأنه في داخل البنيان يختلف عن الفضاء، الفضاء لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا تستدبر ببول ولا غائط، وهذا بالإجماع. أما داخل المباني فهذا محل خلاف، والراجح والله أعلم أنه لا بأس به خصوصا عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول والدتي توفت قبل أسابيع ولا زلت أتذكرها وأتندم، وأحيانا أقول ليتني مت قبلها أو مت بدلا عنها، فما هو توجيهكم في ذلك؟ الصبر والاحتساب، عليك بالصبر والاحتساب، ولا تتمني هذا التمني أن تكوني مت أو أنك قبلها، ولكن عليك بالدعاء لها والاستغفار لها والصدقة عنها. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول بالنسبة لمن طاف بالبيت العتيق 7 أشواط ويرجو ثوابها إلى والديه، ما حكم هذا العمل وهل يكتفي بذلك أم لا بد من إكمال العمرة كاملة؟ إذا أراد أن يتبرع لوالديه بنسك فإنه يأتي بالنسك كاملا من الحج كاملا أو العمرة كاملة، وأما الطواف فهو جزء من النسك ولم يرد دليل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول امرأة باعت ذهبها 7500 ريال وأبقت هذه الفلوس حتى مضى عليها 2 عام، وهي تريد بهذه الفلوس أن تشتري لها ذهبا آخر، فهل عليها زكاة؟ نعم، إذا كانت تبلغ النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ولو كانت رصدتها لتشتري بها حاجة من حلي أو غيره. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول من هم أهل الزكاة، وهل الشاب الذي يرغب الزواج يعطى من الزكاة؟ أهل الزكاة بينهم الله في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف، هؤلاء هم أهل الزكاة. والذي يرغب الزواج وهو لا يستطيع مكلف الزواج يساعد من الزكاة، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز قصر الصلاة لمسافة تبعد نحو 140 كيلومتر بين مكان إقامتي وعملي؟ نعم، إذا كانت المسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فإنك تقصر الصلاة في الطريق، وفي مكان عملك إذا كنت تنوي الرجوع قريبا تقصر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل الأفضل جمع التقديم أم التأخير؟ الأفضل فعل الأرفق به، إذا كان الأرفق به جمع التقديم يقدم، وإذا كان الأرفق به جمع التأخير يؤخر. نعم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظكم الله بالنسبة لمن دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهوا وهو وحده، هل يكمل معهم أم ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى؟ إذا كان يعلم أن هناك جماعة قادمون فإنه ينتظرهم ويصلون جماعة،
لأنها فاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام. وإذا كان لا يعلم أحدا فإنه يدخل معهم فيما بقي ليدرك الفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها؟ إذا كان هذا لسبب شرعي فلها أن تطلب الطلاق. إذا كان يعضلها أو إذا كان يسيء إليها أو عنده خلل في دينه تخشى على دينها وعلى أولادها فلها أن تطلب. إذا كان طلب الطلاق لسبب شرعي فلها ذلك. أما إذا كان ليس له سبب حرام عليها ذلك أن تطلب الطلاق من غير سبب. نعم. المرسل أبو بدر يقول: سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا لدي أبناء أغلب الأوقات يصلون صلواتهم في البيت مع أني حريص على أن يؤدوا صلواتهم في المسجد وأرشدهم لذلك، فهل علي إثم إذا صلوا في البيت؟ نعم، لا يجوز أن تقرهم على الصلاة في البيت، لا بد أن تأخذ على أيديهم بالحزم ولو بالضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها، واضربوهم عليها لعشر. فلا بد، لا تتركهم في بيتك لا يصلون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل، حفظكم الله، يسأل بارك الله فيكم، عن صيام القضاء، حيث أنه لم يقضي عن شهر رمضان المبارك الماضي، هل له أن يتأخر قبل رمضان القادم لظروفه الشرعية وظروفه العملية؟ لا بأس بذلك، إذا كان عنده ظروف تقتضي التأخير الأمر فيه سعة، وحتى لو لم يكن عنده ظروف إذا كان الوقت واسعا فله التأخير إن كان الأولى المبادرة. نعم. بارك الله فيكم. هذا أحد الشباب حفظكم الله أرسل بهذه الرسالة الطويلة، ولكن مفادها يقول أنه طالب في الجامعة ويخشى على نفسه من الفتن والشهوات، فما هو توجيهكم؟ توجيهنا أن يبادر بالزواج إذا استطاع. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء، فعليه بأن يتجنب الفتن التي توقعه المحرم، يغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغض بصره، يجتنب مواقع الفتن، فلا يذهب إليها ولا يغشاها، ويحتفظ بعفته، يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل توفي عن 4 أبناء وزوجة وأم وأب، كيف توزع التركة؟ هذه تراجع المحكمة الشرعية بحصر الإرث، حصر الورثة، ثم توزع التركة بناء على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا طالب في العلم جديد، ولكنني لم أحفظ القرآن كاملا، أريد أن أحفظ الأحاديث وخاصة الأربعين النووية، ولكن بعض الناس يمنعونني من هذا لأني لم أحفظ القرآن كاملا. هذا غلط، ما يلزم تحفظ القرآن كاملا، فأحفظ من الأحاديث الصحيحة ما تيسر لك ولو لم تحفظ القرآن كله. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن العطية بين الأبناء، هل هي تعتبر مثل الميراث في تقسيمه؟ العدل بين الأولاد في العطية يكون على حسب الميراث، ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هذا إذا عرضت سؤالي على أكثر من شيخ وأخذت بالأرفق، فما حكم عملي هذا؟ عملك هذا لا يجوز، الواجب إذا أشكل عليك شيء أن تسأل من تثق في علمه ودينه وتكتفي بإجابته. نعم. بارك الله فيكم. هذا أبو صقر من اليمن يسأل حفظكم الله، يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث؟ نعم، الحديث فيه مقال، ولكن الإجماع، أجمع أهل العلم على أنها لا تجوز الوصية للوارث، كأن توصي لزوجتك أو توصي لأحد أبنائك أو يكفيه ميراثه، ولا توصي له بشيء، يكفيه ميراثه الذي فرضه الله له. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول أنه يعاني أشد المعاناة أثناء الصلاة من خروج بعض الغازات، فبماذا توجهونني حفظكم الله؟ عليك بمدافعتها وأداء الصلاة في وقتها، وإذا كانت بصفة دائمة وغالبة عليك لا تستطيع تصرف في منعها، حدثك دائم مثل سلس البول، تتوضأ عند حضور الصلاة وتصلي في الحال. نعم. بارك الله فيكم. هذا أبو حلمي مصري مقيم في المملكة يقول: ما حكم تفضيل الزوج لزوجته الثانية على زوجته الأولى، وهل يأثم بذلك؟ إذا فضل
فضلها في الحقوق الواجبة لها فإن هذا حرام. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وأما ما زاد عن الحقوق الواجبة فإنه الأولى ألا يفضلها، لأن هذا يحدث شحنة ويحدث غيرة بين نسائه ويحصل عليه مشقة من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول العزيز من القصيم: ما حكم قولنا في الدعاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون، بنية الدعاء والتقرب إلى الله؟ لا بأس بذلك. طيب، حسبنا الله يعني الله كافينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. هذه الآية، وهذه نزلت في الرد على المنافقين: ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، لأنهم كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الدعاء على العاين الذي أعرفه؟ لا يجوز الدعاء عليه، ولكن وهذا لا يفيدك شيئا، ولكن العلاج بالرقية والأوراد الشرعية هذا هو الذي يفيدك بإذن الله، وكذلك أن تطلب منه إذا عرفته، أن تطلب منه أن يقرأ عليك، أن يغسل لك شيئا من ملابسه داخلية. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: اعتمرت عدة مرات وأنا أقص شعري بنفسي للتحلل من الإحرام، وقد سمعت أنه لا يجوز للمحرم قص شعره بنفسه، فماذا يجب علي؟ لا مانع من ذلك، عند التحلل تقص لنفسك كما يقص لك غيره، لأن هذا تحلل، إنما الذي يمنع وقت الإحرام، وأنت محرم لا يجوز أن تقص شيئا من شعرك، لأن هذا من محظورات الإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، أبو هشام من الرياض يقول: ما كفارة اليمين وما طريقة الإطعام، وهل هي على الترتيب أم على التخيير؟ كفارة اليمين بالله مذكورة في القرآن: كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فيخير بين العتق وبين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإذا لم يجد فإن أنه يصوم 3 أيام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل من مقيم أبو العز في المملكة العربية السعودية يسأل يقول: حفظكم الله، ما حكم السحر ومن يتعاطى السحر؟ بارك الله فيكم. السحر كفر بالله عز وجل، قال جل وعلا: وما كفر سليمان، لأنهم اتهموا سليمان عليه السلام بالسحر، فالله برأه من ذلك، قال: وما كفر سليمان، لأن السحر كفر ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر، وكذلك عمل السحر كفر بالله عز وجل، والساحر إذا ثبت عليه ذلك يقتل ولا يترك، بل يقتل. نعم، نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: حفظكم الله، ما هو الاعتداء في الدعاء ولو دعيت على من ظلمني، ما حكم ذلك؟ الدعاء على من ظلمك ليس فيه اعتداء، إنما هو قصاص، والسماح والعفو أحسن. والاعتداء في الدعاء أن تطلب شيئا لا يليق بك، كأن تطلب منزلة النبي، أو تدعو على أحد بغير حق، تدعو على أحد لم يظلمك ولم يعتدي عليك، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، ما صحة هذه الصيغة: اللهم صل على محمد طبيب القلوب ودواؤها وعافيتها الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها، أرجو منكم التوضيح. هذه مبالغات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنقول صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل المسبوق الذي أدرك أقل من ركعة يكون إماما لغيره؟ المأموم لا يكون إماما، المأموم لا يكون إماما إلا إذا
استخلفه الإمام لعذر طرأ عليه. نعم. إذا صلى أحد ثم علم بعد الصلاة بأن ثوبه غير طاهرة فما حكم ذلك؟ يغسلها للمستقبل، وأما ما فات ما دام أنه نسيه أو لم يعلم به فصلاته صحيحة. نعم. يقول هل يجوز حضور الجمعة بأقل من 40؟ نعم، لم يثبت في عدد الجمعة حد معين، من 3 فأكثر كلهم تنعقد بهم الجمعة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم على خير، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.